PR كايرو بيزنس راديو أول راديو بيزنس في مصر. رجعنا لكم بعد الفاصل. انتوا لسه بتسمعوني، انا فادي اسماعيل في برنامجكم بيزنس اجيليتي على سي بي ار راديو البيزنس في مصر. قبل الفاصل كان معانا ومعاكم ضيفنا المهندس هيثم زكي، اجايل كوتش اند كونسلتنت. في مناقشتنا معاه كنا بنساله سؤال، واي اجايل؟ ليه الاجايل مهم جدا تطبيقه في اداره المشروعات؟ وفتح لنا سؤال تاني، ايه التحديات اللي تواجهنا في تطبيق الاجايل في اداره المشروعات؟ ارحب بيك يا هيثم واهلا بيك. اهلا يا فادي، اهلا وسهلا. ليه اجايل وليه الاجايل مهم في تطبيقه في اداره المشروعات؟ تمام. خليني اسالك سؤال كده يا فادي، هو ايه اكبر تحدي لاي مشروع في الدنيا؟ يعني اعتقد التغيير. بالظبط، التغيير هو البعبع الاول لاي مشروع في الدنيا. هات لي احسن مدير مشروعات في العالم يقدر يتنبأ المشروع اللي هو شغال فيه ده هيتغير ولا او يحصل فيه تغييرات شكلها ايه. التغييرات بتضيف الكثير من الانسرتينتيز على البروجكت، فانت ما تعرفش ايه اللي هيحصل امتى وهترياكت معاه ازاي. مهما كنت خبير في الريسك وعدت تعمل ريسك ريجستر قد كده وتقول والله انا متوقع ممكن ده يحصل ده يحصل ده يحصل وبوتنشال بقى ريسك وامباكت وبروبابيليتي، مش هتعرف برضو تسيطر على الموضوع. فالتغييرات هي حتمية في البروجيكتس. تمام. على فكرة التغييرات دي كانت موجودة زمان، بس نقدر نقول ان ريت التغييرات ما كانش زي دلوقتي، فقدرة التحكم على التغيير كانت اكتر بكتير من دلوقتي. زائد ان زمان ما كانش في حتة الكاستمر سنتريسيتي زي دلوقتي. زمان التكنولوجي ما كانتش زي دلوقتي. النهاردة انت الكاستمر لو ما ديتلوش الفاليو اللي هو عايزها عنده السوشيال ميديا ببساطة، يقوم داخل ويكتب ريفيو وخلاص كده انت ايه يعني ابتدى يعني ايه اتفضحتنا كل حاجة في السوشيال ميديا. فالاهتمام بقى بالكاستمر دلوقتي عالي جدا جدا جدا، لان فعلا هو حرفيا هو الكاستمر، يعني هو اهم حد موجود في البروجكت. يعني طبعا انا لا اقلل من اهميه السيرفيس بروفايدر بالموظفين بالبروجكت مانجرز، هم ساعد مهم جدا، بس في الاخر هو بايز فور ذا بروجكتس الكاستمر، واحنا بنشتغل عشان نرضي ونحقق فاليو للكاستمر. فالنهارده مع يعني تطور التكنولوجي ودخول السوفت ويرز ودخول الاي تي في كل الاندستريز، انا هنا مش بتكلم على سوفت وير، انت النهارده حتى ايفن الكونستراكشن اندستريز داخل فيها التكنولوجي بشكل رهيب جدا. زي مثلا الناس بتوع الكونستراكشن اللي بيسمعوني هيفهموا طبعا الكلام ده، البيم مثلا البيلدينج انفورميشن موديل بقى تول مهمه جدا بيستخدموها وبقت فيري دايناميك وبتتغير بشكل سريع. they need to be agile. فهي اكبر تحديات هي التغيير. احنا ما بنقدرش نأستمت او نقدر نتوقع اللي ممكن يحصل خلال شهر ولا شهرين. طريقة الاجايل بان انا بشتغل على يعني اهداف قصيرة المدى بنسميها اللي هي في المراحل هي الايتيريشنز او السبرنتات، المراحل الصغيرة دي بتدينا فرصة كبيرة قوي ان احنا نقف مع نفسنا ونشوف ايه التغيير اللي هو ممكن يحصل، لان التغييرات اللي بتحصل في مراحل صغيرة الامباكت بتاعه والتأثير بتاعه بيبقى اقل بكتير ما اعمل تغيير في حتة كبيرة، فاقدر اكونترول الموضوع اكتر، اقدر اتعامل مع الكاستمر بشكل احسن. وطبعا ده ما ينفعش يتم بدون كولابوريشن عالي جدا وانتر اكشن عالي جدا ما بين كل الانفيديولز سواء جوه الاورجانيزيشن او مع الكاستمر. فده اكبر تحدي طبعا خلينا نلجأ لموضوع الاجايل. يعني الحقيقه انا بعتبرها حلقه خاصه جدا لانها حلقه لمديرين المشاريع. انا يمكن حياتي كلها قضيتها في اداره المشاريع. يمكن هيثم بيكلمنا من وجهه نظر مدير مشروع متمرس شاف وعاش كتير قوي في اداره المشاريع وحتميه التغيير واهميه التغيير. طب يا هيثم، هل في هايبريد موديل؟ والله يعني انا بحس ان هل في هايبريد موديل يا جماعه، هو يعني هو ما ينفعش ما يبقاش في هايبريد موديل، ما ينفعش. طب ما تيجي نعرف مستمعينا الهايبريد موديل هو ايه. اكيد
الهايبرد موديل هو يعني طبعا في علم إدارة المشروعات احنا بيبقى عندنا في أطر عمل بنشتغل بيها سواء إطار عمل مثلا الـ PMP. الـ PMP معروفة طبعا، أشهر إطار عمل Waterfall الـ PMP Framework. عندنا طبعا أشهر إطار عمل في الأجايل اسمه الـScrum. عندنا أطر عمل أخرى زي الكانبن، زي الXP، زي يعني اعتقد البرنس 2 برضو عاملين اطار عمل ليهم. صحيح، والسيف كمان. والسيف مش هنسى السيف طبعا. يعني ما شاء الله فادي خبير في السيف كونسلتنت، يعني ربنا يزيدك يا رب. فهو دي اطار عمل كتيره. بايولوجيك يعني فكر معايا كده، هو انا لازم اختار واحد من دول هو اللي يشتغل معايا ويبقى احسن حاجه في الدنيا؟ كانوت مش ممكن. ات كانوت بي. هو إيه اللي يمنع مثلا إن أنا في مشروع كونستراكشن أنا بشتغل ووترفول وعقودي ووترفول، إيه اللي يمنع إن أنا أدخل الـ يعني الكثير من الأجايل مايندسيت وكونسبتس جوه المشروع؟ لو هنتكلم على تزويد، إن أنا أزود فكرة الفيريفيكيشنز والفاليديشنز والإنتراكشن ما بين الناس وبعضها والفيجواليزيشن اللي هو جزء مهم جدا في الأجايل. إحنا ونيد إن إحنا نفيجواليز كل حاجة، ورك فلو، تاسكات، شغل، كل حاجة تبقى ترانسبيرنت قدام التيم وشايفها. أنا شفت ناس طبقوا ده بالفعل في الكونستراكشن، شفت ناس طبقوا ده بالفعل في ال يعني عايز اقول لك اكتر من ايه، الاويل اند جاز اندستري. يعني ليا واحد صديقي مصطفى محمود، يعني ممكن يعني ابعت له الحلقه دي، يعني هينبسط بان انا بقول التجربه بتاعته. طبق الاجايل وطبق السبرنتس في الاويل اند جاز اندستري، محطات بترول. فالموضوع ما تطبقش يا فادي سكرام بس او بي ام بي بس، هو كان المشروع ووترفول، أم مدخل أجزاء كبيرة أو practices كتيرة من السكرام جوه البروجكت، فبقى عنده في الآخر practice اسمه hybrid. hybrid يعني هجين، يعني في أكتر من framework مع بعض. فهي دي الفكرة، معظم أنجح مشاريع في العالم بتدار بالhybrid approach. يعني يمكن الحقيقة هيثم وانت بتشير الأويل إنجاز، يمكن كان لينا أنا تجارب، أنا كشخصيا كان ليا تجارب فيها يعني، بس كانت الحقيقة as a consultation. هو فعلا الhybrid model زي ما انت بتقول، هو فكرة أني أنا أتيلور what I need to do من الفريموركس المختلفة. مظبوط، بالظبط بالظبط. انا زي ما انا شبهتها يعني النولج اللي عندك دي عامل زي القماشة. صحيح. انت عندك قماشة كبيرة فيها العديد من الفريمورك، فصل القماشة دي، تايلور القماشة دي على مقاس البروجكت. تمام. اهم حاجة يا فادي، حاجة مهمة قوي، في ناس بتنحاز للأجايل بشكل اعمى على حساب الـ value out of this. طب انا هقول لك على حاجه يا فادي، انا هقول لك دلوقتي جمله انت هتستغربها جدا، انا يعني انا قلتها مره، رميتها كده على لينكدين عندي على البروفايل ولقيت في جدل عليها كبير، بس في ناس برضو اتفقوا معايا. قمه الاجيليتي انك انت ما تشتغلش اجايل. صحيح. It's a mindset في الاخر. وي نيد تو تيلور ذا براكتس. انا ممكن النهارده في المشروع ده اقول لا انا مش عايز اشتغل اجايل. يعني يمكن انا كنت من يومين بحضر one of workshop مع الديسيبلين اجايل، وكانوا جايبين one of leaders على مستوى العالم طبق الاجيليتي، وكانوا بيستشهدوا بالديسيبلين اجايل البي ام اي في البرشيزنج. وكان الراجل بيتكلم بالظبط اللي انت بتقوله يا هيثم، هو فكره اني انا حتى النهارده وانا عندي فيندور وبترانسفورم one of the big organizations in سويسرلاند في السويد سوري انا اسف في سويسرا، وكانوا بيشتغلوا مع بعض. كان بيقول ان انا لما جيت اطبق ده كان كل اللي بهتم بيه هو الفاليو رازر زان هو ريجيد فريم ورك. فانا متفق معاك جدا في اللي انت بتقوله. بالظبط بالظبط. وعايز اقول لك الديسيبلين اجايل طالعه بقوه جدا جدا، وهي خطوه موفقه من بي ام اي انها تستحوذ على الديسيبلين اجايل بصراحه. ويمكن دي يعني this is one of the يعني objectives اللي انا عايز احققها ان شاء الله في الديسيبلين اجايل، ان انا ابقى برضو الديسيبلين اجايل كوتش، لان انا مقتنع جدا بطريقه التفكير دي وعجباني اكتر يمكن من طبعا with all my respect للانستيتيوتس الثانيه بتاعه السكرام سواء سكرام الاينس او دوت اورج، بس انا بحس ان لا الموضوع it's tailored it's very tailored and it's discipline agile this is the perfect يعني wording الاجايل المنضبط
اللي هو انا مش عايز ابقى اجايل قوي بقى يعني, انت فاهم انا اقصد ايه؟ يعني التيلورد اجايل. انا طبعا لا اخفي على مستمعينا ومدى تحمس هيثم للبي ام اي, ولكن احنا الحقيقه برنامج نيوترال, فخلينا نتكلم على كل الفريم وركس. احنا في الاخر بنهدف لربحيه, وان احنا نزود الاويرنس لمستمعينا بفكره الاجايل والاجيليتي. هيثم, عايز اسالك سؤال بقى بيلح عليا وانت بتكلمني. طيب هو ايه من الاجايل اللي اقدر ادخله في هايبريد في الصناعات المختلفه؟ يعني لو تدينا كده من خبرتك مثلا, ايه الحاجات الرئيسيه اللي انت شايف ان هي لما احطها في اداره المشروعات بتديني اوتبوت عالي قوي كجيف اوي بدري قوي لمستمعينا؟ والله يا فادي, يعني خليني اقول لك ان يعني الحمد لله, يعني I was part of a lot of يعني استشارات, خليني اقول لميجا بروجكتس. اكتر حاجه لاحظتها في الميجا بروجكتس ان الناس اللي شغالين في سايلوز, يعني كل واحد, لان الميجا بروجكت ده بروجكت كبير جدا. اليوم مليان بالاكتيفيتيز ومليان بالانشطه ومليان بالمهام, فالناس حرفيا ما بتتنفس من اول يوم لاخره شغل. فمن الحاجات اللي انا لاحظتها في كذا ميجا بروجكت ان الناس دي ما بتقعدش مع بعض, الناس دي ما بتشوفش الصوره الكامله. يمكن بيشوف الصوره الكامله البروجكت مانجر الاستشاري, لان هم دول اللي بيبصوا على الموضوع من بره, بيبصوا ليه يعني كحقق اهداف اوبجكتيفز وات ايفر, بس الناس اللي شغاله بعاد خالص عن الموضوع. فيمكن ده بالنسبه لي كان جاب مهم قوي ان احنا نشتغل عليه بالاجايل مايند سيت. فابتديت ان انا يعني اعرض عليهم فكره ان احنا يا جماعه ونيد ان احنا نعمل على الاقل طبعا ابقى سامعهم كده, انا عايز اوصل انهم يعملوا كل يوم اجتماع يومي. تمام, بس انا بدات قلت لهم يا جماعه على الاقل نعمل مره في الاسبوع نقعد مع بعض, نتكلم مع بعض, نشوف مشاكلنا ايه عشان نقلل شويه الجاب اللي موجود ما بيننا, لان كان في مشاكل ميس اندرستاندينج, مشاكل كوميونيكيشن. الناس دي ما بتستقبلش المعلومات المنتظراها من الناس دي في الوقت المناسب, او بتستقبلها بصوره غير اللي هم متوقعينها. فبالتالي قلنا احنا لازم نقعد مع بعض. طبعا ريزيستنس في الاول كبير وده طبيعي. ابتديت اقول لهم طب تعالوا نجرب ونشوف, يعني لو الموضوع ما عجبتكوش يا جماعه خلاص. فجربوا الموضوع وانس ا ويك, يعني ابتدوا يحسوا واحده واحده بالفاليو بتاعته. ابتدينا فعلا نتكلم مع بعض, نفهم الديبارتمنت ده بيعمل ايه والديبارتمنت ده بيعمل ايه, طب ايه اللي انا متوقعه منك, طب ايه المشاكل اللي موجوده اقدر انا احلها, طب انا سهل شغلك ازاي. فابتدى الموضوع يمشي بشكل مور فاليبل. ابتدى الاجتماع الاسبوعي ده يزيد, يبقى اجتماعين في الاسبوع بدل اجتماع. فدي كانت بالنسبه لي حاجه ريماركبل جدا, ان فعلا في الميجا بروجكتس الناس لازم يبقى في ممثل. مش بقول طبعا مشروع كل المشروع ما شاء الله اعداد مهوله, بس بقول لازم ممثل من كل ديبارتمنت يقعدوا مع بعض يشوفوا الدنيا واقفه فين. يبقى في برضو حته مهمه قوي يا فادي, الفيجواليزيشن. المشكله ان احنا كل واحد بيشتغل في الدوكيومنتس بتاعته اللي مخبيها في اللابتوب بتاعه او مخبيها في المكتب. احنا محتاجين يبقى في يونيفايد يعني تولز فيجوالايزد كلنا نقدر نبص عليها ونشوف احنا واقفين فين. لو انا عندي مشكله الوج المشكله دي في التول دي او في البورد دي اللي كلنا شايفينها, واقول ان انا عندي مشكله في الحته دي. فانا مش محتاج اروح لفادي اقول له ايه الاخبار ولا عملت ايه ولا سويت ايه. فدي كانت حتتين مهمه قوي, الفيجواليزيشن والسايلو, ان احنا نشتغل مع بعض ونتكلم مع بعض. يعني حقيقه هيثم, وانت بتحكي لنا على التجربه بتاعتك, انا لقيت انك انت كونت اجايل تيم كل ممثل من اداره بيجي يقعد مع بقيه ممثلين اداره. احنا كده في اجايل تيم, ده تعريف الاجايل تيم بالظبط. طب خليني اقول لك على تيبس اند تريكس يا فادي بقى في الحته دي. يلا. انا ساعات لما باجي بتكلم مع الناس يعني انا بقلع الهات بتاعت الاجايل بره, ما بقولهمش خالص انا جاي اتكلم في اجايل او انا جاي اعمل اجايل. في ناس عندها حساسيه شويه من فكره التغيير الكبير. صحيح, الترانسفورميشن. صحيح. انا باجي بمنتهى البساطه كده, يا جماعه ايه الاخبار, مشاكلكم فين, نقدر نعمل ايه مع بعض, نقدر نقلل الجاب بتاع المشكله دي او نقلل الامباكت بتاع المشكله دي.
وبدسلهم الاجايل بقى فين؟ في العسل. لا هو الحقيقه، هو الحقيقه انت بتدسلهم الحل الرائع. يعني يعني بالظبط، يعني انا بحاول ان انا اديهم الاجايل بس ما يعرفوش ان ده اجايل. ما يعرفوش ان انا بعمل لهم ترانسفورميشن. وهو الموضوع بما انه هو بيبقى انكريمنتال تشينجز مش بيحسوا بيها قوي، بس بيحسوا بالامباكت بتاعها بشكل كبير. فدي one of the strategies، ان الناس اللي عندها حساسية شوية من فكرة تغيير كبير، او في ناس عندها حساسية من كلمة اجايل نفسها، يقول لك يا عم انت هتبيع لنا بقى حاجات سوفت وير ومش عارف. لا 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 لا، بقول لك انا مش بتاع اجايل، انا انا بتاع كنافة. يعني حط الاجايل دي على جنب، تعال نقعد مع بعض نتكلم. انت ايه مشاكلك فين؟ طب احنا نحلها دي ازاي؟ وابتدى اخش معاه بالمنطق. خلي بالك ان برضو المشاريع الكبيرة والشركات الكبيرة دي التوب مانجمنت بيبقوا ناس يعني عقليات ناشفه شويه، يعني مش سهل ان هم يعني يبقوا مرنين في حته التغيير دي. دايما لازم تتكلم معهم بلغتهم، وهو بيسالك واتس ان ات فور مي، انا هستفيد ايه؟ يعني لما اعمل التغيير ده هستفيد ايه؟ مع العمال مثلا او مع المهندسين. فانت دايما توصله لا دي حاجه هتفيدك في البيزنس بتاعك، حاجه هتريز فاليو ليك انت. تمام، يعني الحقيقه الجيف اوي دي يا هيثم مهمه جدا لكل مدير مشروع بيجي يسالنا وبيقول لنا طب انا ادخل اجايل ازاي عندي كفريم ورك او طريقه التفكير للتيم بتاعي او لمديري. اللي قاله هيثم هو عباره عن جيف اوي، ازاي تقدر تادوبت الاجايل فريم ورك او الاجايل مايند سيت، خلينا نقول الاجايل مايند سيت في طريقه شغلك واحده واحده. ابتدي اعرف الناس ده وايه تاني هيثم. بالظبط بالظبط، يعني دايما انا بحب كلمه كده يعني كنت سمعتها في احد الفيديوهات، الحقيقه مش متذكر، بس هو دايما يقول لك ايه، ستارت وير ذي ار، ستارت وير ذي ار، ميت ذم وير ذي ار. بالظبط، ميت ذم وير ذي ار، دونت يعني ما تحدفش عليهم قنبله قنبله التغيير. تمام، انتوا يا جماعه بتعملوا ايه؟ طب تعالوا انا اعمل زي ما انتوا بتعملوا، تعالوا اشوف انتوا بتعملوا ايه. طبعا في حاجه مشهوره جدا اللي هي الستيج اوف ليرنينج بتاعه الاجايل، شهري دي اي حد اجايل يعني عارفها. فولو ذا رول، بريك ذا رول، بي ذا رول. فانت حاول في الاول تفولو ذا رول، ستارت فروم وير ذي ار، وبعد كده ابتدي بريزنت انكريمنتال تشينجز صغيره لحد ما تاخدهم واحده واحده ان الدنيا فعلا تتغير عندهم. فما فيش حاجه بتيجي فجاه، دي مهمه قوي قوي. يعني الحقيقه من النقطة دي أنا حابب أروح لسؤالي الجاي، وسؤالي الجاي بيتكلم على مفهوم السيرفنت ليدر. الحقيقة المفهوم دوت هو مفهوم من الأجايل، والسادة المستمعين هو إن البروجكت مانجر في الحالة دي إحنا بنسميه الأجايل كوتش، هو ليدر وفي نفس الوقت هي سيرفنج التيم علشان يؤدي الوظيفة بتاعته. ويمكن المفهوم دوت مختلف شوية عن مفهوم البروجكت مانجر التقليدي اللي هو عايز واحدة ستة تولد بيبي في شهر والبيبي بيتولد في 9 شهور. فيمكن يا هيثم المفهومين مختلفين قوي، فكرة ان انا سيرفنت ليدر وفكرة ان انا بروجكت مانجر. انا الحقيقة حابب اسمع رأيك في سيرفنت ليدر، وهل بروجكت مانجر ممكن يبقى سيرفنت ليدر؟ ولكن ناخد فاصل نرجع لكم.